تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة منح جلالته وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والذي يعكس التقدير الكبير لدور جلالته البارز وإسهاماته عبر عقود من الزمن في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ومساعي جلالته النبيلة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي. أكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في برقيته أن هذا التكريم يؤكد ما يحظى به جلالة الملك المفدى أيده الله من مكانة رفيعة لدى فخامة الرئيس الأمريكي، ويبعث في نفوسنا مزيدا من الفخر والاعتزاز بإسهامات ومبادرات جلالته الرائدة على مختلف الصعد تعزيزا للأمن والسلم الدوليين وترسيخا لمبادئ التسامح والاحترام بين الجميع، سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة وطول العمر.